اقتراب العد التنازلي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتى 27 من يناير المقبل، يواصل منتخب مصر لكرة اليد التدريبات في المعسكر الحالي بالمركز الأولمبي للمنتخبات استعدادا لكأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وانتظم فراعنة اليد في المعسكر الحالي بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور بدون اللاعبين المحترفين في أوروبا والذين سينضمون للتدريبات يوم 27 من ديسمبر الجاري بعد انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم. وتضم قائمة منتخب اليد في المعسكر الحالي 6 لاعبين من كتيبة يد الزمالك، هم مازن رضا وهشام صلاح وأحمد سامح وأكرم يسري وشادي خليل وخالد وليد. ويسعى الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لفراعنة اليد خلال الفترة المقبلة للوقوف على القوام الأساسي للمنتخب قبل بطولة إفريقيا بعدما تولى المهمة في مارس الماضي خلفا لمواطنه روبرتو غارسيا باروندو. ويخوض منتخب اليد مواجهة ودية مع السعودية خلال المعسكر الحالي، وبعدها يلعب دورة دولية في الدنمارك بداية شهر يناير المقبل في المرحلة الأخيرة قبل انطلاق بطولة إفريقيا. وكان منتخب اليد بدأ فترة الإعداد الأولى تحت قيادة خوان كارلوس باستور في شهر أكتوبر الماضي وسط حالة من التركيز على الجميع من أجل تحقيق الهدف وهو التتويج بلقب البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد. ويتسلح منتخب مصر لكرة اليد بخبرات وإمكانات عدد كبير من نجوم الفراعنة المحترفين في أقوى الدوريات العالمية على رأسهم يحيى الدرع وسيف الدرع ومحمد سند وحسن أداح ومحمد ممدوح هاشم وكريم هنداوي ومحمد علي وعلي زين، بالإضافة للنجوم المحليين من أجل تحقيق لقب بطولة إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس في رحلة البحث عن ميدالية أولمبية تاريخية. ويستهل منتخب اليد حملة الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا بمواجهة منتخب غينيا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة يوم 17 من يناير المقبل، ثم يواجه منتخب الكونغو برازافيل يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم فراعنة اليد دور المجموعات بمواجهة الكاميرون يوم 21 من يناير. طموحات كبيرة وتحديات قوية تنتظر منتخب اليد في بطولة إفريقيا 2024 التي تستضيفها مصر من أجل الاحتفاظ باللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس بحثا عن إنجاز أولمبي لكرة اليد المصرية، خاصة أن فراعنة اليد أصبحوا ضمن القوى العظمى في الساحرة الصغيرة على مستوى العالم.